حياكم الله اينما كنتم، واهلا بكم مجددا في مشوار برنامج متداول في وجوله جديده وملاحقة لأهم وآخر الأحداث والأخبار المتداولة والرائجة على منصات التواصل الاجتماعي خلال 24 ساعة الماضية. سنتعرف على تفاصيل تلك الأحداث معا، لكن دعوني أعرفكم بعناوينها الآن. لحظة انفجار منظومة الغاز في دهوك وأعداد الضحايا تتزايد. عراقي يرسم حمد بن خليفة الثاني بمساحة 22 ألف متر. إسقاط فصل عشائري مقابل ختمة للقرآن الكريم. لم تشفى جراح إقليم كردستان بعد من حادثة انفجار خزان غاز تدفئة في مدينة السليمانية، ليتلقى العراقيون فاجعة انفجار جديدة لا تختلف عما سبقتها، هذه المرة بمحافظة دهوك. ففي الساعات القليلة الماضية هزت منصات التواصل ووسائل الإعلام بواقعة انفجار منظومة غاز في مبنى يضم فرنا ومساكن لطلاب أقسام داخلية، سبب خسائر بالأرواح وأضرار فادحة في الممتلكات والمباني والسيارات. هناك فيديو متداول، أكثر من فيديو تم تداوله عبر منصات التواصل من قبل الناشطين، يرصد الثواني التي سبقت واقعة الانفجار وما حدث بعدها. سلام. المعلومات الأولية المتداولة تشير إلى استشهاد 5 أشخاص بينهم شرطة وطلاب، مع إصابة ما لا يقل عن 33 آخرين بينهم إصابات خطرة جدا، نقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم. وعقب ما حدث في السليمانية ودهوك وبعد الضجة التي أحدثها هذين الانفجارين، رئاسة إقليم كردستان أمرت بإيقاف العمل بنظام الغاز المسال وعدم استخدامها بأي شكل من الأشكال، كما وجهت بإجراء تحقيق شامل في حادث الحريق. هناك تعاطف شعبي وجماهيري كبير مع الإقليم، دونه عدد من الناشطين عبر منصات السوشيال ميديا. اخترنا لكم ما جاء فيها عبر تعليقات كثيرة، وهنا تعليق أول من شيماء تقول في تعليقها: شيماء تقول كان الله في عون بلدي، من وين يتلقاها حتى يتلقاها، والله موقف مرعب جدا، بيتنا يم الفرن، الانفجار دمر كل شيء، ربي يرحم الراحة ويشافي الجرحى، هاشتاك بردا وسلاما دهوك الحبيبة. هناك أيضا تعليق آخر من نور الدين يقول: بعد 5 أيام على فاجعة السليمانية التي راح ضحيتها 15 شخصا وجرح أكثر من 33، اليوم تعاد نفس الكارثة لكن بدهوك، وعلى الحكومة محاسبة الشركات التي تعمل على نصب وتجهيز الأفران بمنظومة الغاز، وكلنا نعرف النظام جديد على بلدنا، فليس هناك شركات رصينة ولا نظام حريق منظم لهكذا كوارث.
تعليق من محمد يقول كلش غريبة، بفترة قليلة هلقت حوادث حرائق بالعراق، إنا لله وإنا إليه راجعون. يعني حسرة المواطن العراقي يتنعم بمنظومة حديثة أو يتهنى؟ ليش هيجي جاي يصير بينا؟ هيجي أرواحنا زايدة ورخيصة؟ الله أكبر. تعليق من إقبال البرازنشي يقول إقبال أتت مسرعة إلى مكان الحادث ودموعها تتساقط وتسال هذا وتسأل هذا وذاك عن ابنها، وكل من تسأله يبكي ولا يعرف ماذا يقول لها. يا رب الله يساعد قلبها. هذا حال أم فقدت ابنها اليوم بالانفجار. بردا وسلاما دهوك الحبيبة. لا مليارات ولا ملايين ولا أرصدة بالبنوك ولا حتى قصور أو حلال، لم تطمع بكل هذا بل العكس تماما. فبحركة وبموقف بسيط من عشيرة عراقية أذهلت الحضور وفاجأتهم. فماذا هناك؟ بعد وقوع حادث دهس عنيف أدى إلى مقتل أحدهم، قدمت عشيرة الجاني إلى ذوي المتوفى لأجل القيام بالواجب ودفع الفصل أو الدية المتعارف عليها بين العشائر العراقية، وهذه الطريقة في حسم الخلافات معتاد عليها في العراق. وبعد انعقاد الجلسة وإذا بعشيرة المتوفى تصدم الجميع بطلب غير متفق عليه مسبقا، فماذا فعلوا؟ لنشاهد. نتقدم بالشكر الجزيل لعشيرة المحامدة لهذا الكرم الطيب والشجاعة. واليوم هذا الأمر أصبح من الكرم العالي لعائلة المتوفي رحمها الله. واليوم عائلة المتوفي علقت ثريا في السماء تنير أمام الجالسين كلهم على هذا الكرم الطيب. ونحن كما قال الشيخ احنا امانة برقابنا كعشيرة بحجم الحاضرين هنا، كل من يقرأ القرآن يكمل ختمة هدية الى المتوفي رحمه الله. ونطلب من الله العلي القدير ان يحفظ عائلته وان يوفقهم، وانا بالتأكيد هذه العائلة موفقة ان شاء الله، بما انه تحمل هذه الصفات الجيدة وهذه الصفات العالية من الطيب والكرم. وعشيرة المحامدة عشيرة طيبة شجاعة لها باع طويل في الدولة وفي الوطن العربي وفي كل المحافل. واليوم سجلوا أربع الانتصارات في الكرم والشجاعة لهذه أعمدة القوم جاءت منقولة إلى هذا المكان وأنفتهم هذا التكريم العالي. ونحن بدورنا نرجع أن نشكر هذه القبيلة شكرا جزيلا وجزاهم الله خير الجزاء والإحسان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن ختمة من القرآن الكريم ثوابا لروح المرحوم، هذا ما تقرر أخذه من عشيرة المتسبب بالحادث حادث الدهس عوضا عن المال ليكون بمثابة الفصل العشائري. موقف نبيل ومشرف في الأنبار عكس أصالة عشيرة المحامدة بتنازلها عن الفصل من العشيرة الثانية لتسطر بذلك أسماء آيات الكرم والشجاعة والعفو، على عكس ما يقوم به البعض من تجار الفصول في العراق. هناك كومنتات والعديد من ردود الأفعال جاءت تعقيبا على مقطع الفيديو المتداول، اخترنا لكم ما جاء فيها. نبدأ مع أنوار. أنوار تقول في تعليقها حي الشيخ العام لعشيرة أبو حشمة الشيخ حسين الثامر والنعم من عشيرة المحامدة في الأنبار على الكرم، كفوا منكم كرم طيبة ومرجل أهل الغربية، هذه هي صفات الشجعان، لكم منا كل الحب والاحترام لجنابكم الكريم ورحم الله الموتى وجزاكم الله خيرا. تعليق من غانم التميمي يقول الإصلاح من شيم الرجال وكفوا من أهل الغربية، يا ريت كل العشائر تخطي خطوتكم بالتسامح والأخلاق الطيبة وتقتدي بيكم وتراعي ظروف العالم وتؤمن بالقدر خير وشر،
أحسن من طلب الملايين والمتاجرة بهذه الأمور. تعليق من أسامة يقول: هل ستعطي العشيرة لعائلة ابنها المتوفي الدية حقوق أيتام؟ شلون؟ ما فكرت بهم؟ ولد المتوفى يأكلون حجر مثلاً؟ شلون تتنازلون عن الدية والفصل؟ حتى شنو يقولون طيبين وكرم؟ حبيبي ما يفيد الحشي وما يوكلنا خبز. أيضاً هناك مداخلة من أحمد عبد الستار يقول: الميت فلوس الدنيا كلها ما تعوضه، لكن تجارة صارت عند البعض، فهاي نسخة منه إلى باقي عشائرنا الأصيلة. مو كل شي فلوس، اكسب أهلك وناسك وتقبل تقبل الله الختمة على روح المرحوم. مفاجأة غير سارة جعلتها تبدو في أعلى درجات الغضب والاستياء وخيبة الأمل. إحدى الكوادر التربوية والتعليمية رصدت ما حدث معها بفيديو قصير التقطته بعدسة هاتف النقال، ولاقت ضجة كبيرة بين العراقيين بين مؤيد وآخر منتقد. المقطع هذا كان الأكثر تداولاً في المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي منذ اليومين الماضيين، لتدريسية أو ربما هي مديرة مدرسة فخلال جولة تفتيشية لها على الطلبات على الطالبات وحقائبهن، كانت هناك صدمة، هناك مفاجأة. ما الذي وجدته تلك التربوية داخل حقائب الطالبات؟ ما هي المفاجأة؟ لنتابع كيف علقت وماذا وجدت. أولياء أمور الطالبات، هذه التليفونات والمكياج كلها موجودة عند الطالبات، وهذا الورق ما أعرف هذا شنو يجي للمدرسة، هذا كله عند الطالبات. هذا طالبة تجيبه شنو هذا؟ شو سوي بيه جايته للمدرسة؟ مدة الامتحان ساعتين، بلغناهم ما يجيبون تليفونات للمدرسة، الامتحان ساعتين، تعرف بيش ساعة تطلع، إذا أبو الخط يجيها أو أهلها يجوها ماكو داعي تجيب هذا المكياج. شنو هاي الهدوم؟ شنو وين رايحة؟ شنو هذا المكياج؟ وين جايتني؟ مدرسة امتحان لو شنو؟ لو عندي نادي آني. هاي التليفونات من غير اللي بهدومهم بالقاعات سحبناها من ملابسهم. إلى أولياء الأمور، تقبلون هاي بناتكم هيك يسوون؟ تدرون بهم أنتو جايبين تليفونات؟ إذا تدرون هاي مصيبة، وإذا ما تدرون هاي مصيبة أكبر. ديروا بالكم على بناتكم، حاسبوهم، شوفي بنتك وين تروح، أنت يا أم، شوفي بنتك إيش دا تسوي. لا علاقة لها لا بالدراسة ولا بشيء آخر يخدمهن في التعليم. هواتف نقالة، مستحضرات تجميل، وورق ألعاب مسلية، ملابس ليست مناسبة للمدرسة، هذا ما عثرت عليه تلك المعلمة بين يدي الطالبات أو داخل الحقائب، ما دفع التربوية إلى توجيه نداء استغاثة إلى أولياء الأمور والأمهات أيضا بشكل خاص من أجل مراقبة بناتهن ومتابعتهن منعا من وقوع المحظور أو عواقب ثانية لا يحمد عقباها وربما تؤثر على دراستهن ومستقبلهن. الآن دعونا نقرأ لكم ما جاء من تعليقات على ألسنة البعض من المدونين والمتابعين والناشطين عبر منصات التواصل حول مقطع الفيديو المتداول وما وجدته تلك المعلمة داخل الحقائب. يقول سالم العبادي في تعليقه الذي سيظهر على الشاشة: ماكو متابعة من ولي أمر الطالب أو الطالبة، مع الأسف هيك يصير بينا. هذه الأمور لا تحل بالنشر فقط، ولكن بالردع والفصل حتى يكونون عبرة لجميع الطالبات، بشرط الفصل يكون يوم الخميس برفعة العلم وإخراج الطالبات أمام المدرسة وفصلهن. تعليق من صفاء محسن تقول: هسا يجون لك أولياء الأمور ويتعاركون وياك لأن يقولوا لك هذا مو من حقك وتجاوز على مشاعر بناتنا. وين الحرية؟ وراح تطلعين بالوجه المصخم، لأن هم أولياء الأمور البعض منهم يراد لهم إعادة ضبط المصنع من جديد وتربية وتعليم، ويعرفون كل شيء على بناتهم ومانحيهم ثقة زايدة ومغلسين. تعليق من أبو أمجد يقول: ليش هالإحراجات والتدخلات؟
خليهن ياخذن حرياتهن الشخصية. شنو المشكلة؟ ابنية شايلة تليفون، احتمال تريد تخابر أهلها لما تكمل، وبعدين مو أي بنية تشيل قلم حمرة أو تليفون أو لبس زايد بالجنطة يكون عندها شيء. فيا ست المديرة هلا هلا بالطالبات، وإن بعض الظن إثم. أم جعفر قالت شنو هاي صدق كذي؟ وين رايحات؟ على المدرسة حتى يتعلمن لو على العزومة؟ وين الأهل عنهن؟ شنو دور الأم هناية؟ بالمدرسة أكو دراسة لو استعراض جمال؟ أشو قبل؟ ماكو هيك شيء. شنو اللي تغير هسه؟ أحمد الطالب شاب عراقي من محافظة صلاح الدين قضاء الشرقاء، يبدع في الرسم بالأحجام الكبيرة ويختار مساحات واسعة من الأرض ليرسم عليها شخصيات سياسية عربية عالمية. أراد تحطيم الرقم القياسي برسم لوحة كبيرة على الأرض لأمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. اللوحة كانت بمساحة 22 ألف متر مربع، أي ما يعادل دونم واحد. ويقول أحمد الطالب راسم تلك اللوحة إنه اختار هذه الشخصية بمناسبة مونديال كأس العالم عام 2022 على أراض عربية لأول مرة في التاريخ، وبمناسبة بلوغه 22 عاما في العام 2022. من أرض صلاح الدين، من أرض الشرقاط، من الخضرانية، من هذه القرية التي أنجبت المهندسين والأطباء والفنانين والرسامين، اليوم مع أحمد الطالب صاحب أكبر لوحة في العالم حيث تبلغ مساحتها 22 ألف متر مربع. الآن نلتقي مع أحمد الطالب الجبوري ليتحدثنا عن تفاصيل هذه الرسمة. تفضل أخ أحمد الطالب. أهلا وسهلا بالأستاذ العزيز المهداوي. طبعا مهداوي التقى بي باللوحة الأولى كانت مساحتها 2000 متر مربع. في عام 2022 حبيت أرسم لوحة 22000 متر مربع، يعني رقم قياسي عالمي. لم ترسم لوحة ولن ترسم أعتقد لوحة بمساحة 22000 متر مربع، أي ما يعادل 236000 قدم. بحثت عن إنجاز أو شخصية تستحق هذه اللوحة لأنها ستكون الأكبر في التاريخ. بصراحة أفضل إنجاز وأفضل شخصية تستحق ما قامت به دولة قطر الشقيقة باستضافة كأس العالم على أراضي عربية لأول مرة، وكانت الشخصية سمو الوالد حمد بن خليفة آل ثاني، وحبا بأمير قطر بأمير الدولة تميم بن حمد. وتم إنجاز العمل خلال فترة 10 أيام تقريبا بمساعدة الأخوة والأصدقاء على أرض قضاء الشقيقة. أحمد الطالب، يعني المواد اللي استخدمتها، شلون لقيت هذه الأرض؟ طبعا بحثت عن أرض تكون مستوية يعني على الأقل، لقيت أرض تقريبا مناسبة، باشرت بالعمل عليها. استخدمت مواد طبعا لأن اللوحة ستكون على أرض ما يجوز أستخدم دهان عادي. أحمد الطالب كان قد رسم لوحة كبيرة للشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي في وقت سابق، وتعتبر أيضا أكبر رسمة له بمساحة 2000 متر مربع، ووثق ذلك بمقطع فيديو حاز على أكثر من 6 مليون مشاهدة. وهذه هي الصورة السابقة التي رسمها كما تشاهدون لكن بمساحة أصغر. أحمد الطالب حاز على إعجاب الكثيرين ممن شجعوه من الأصدقاء ومن المتابعين وممن شاهدوا مقاطع الفيديو والرسوم التي نشرها على منصات التواصل. وهناك تعليقات كثيرة اخترنا لكم ما جاء فيها. نبدأ مع تعليق الأول لمنير العراقي الذي علق فقال: كفو منك أحمد الطالب، أنت فخر لكل الشرقاط، تستاهل أكثر، وعاشت إيدك مبدع الغالي. تعليق من عبد الكريم إدريس يقول: شوف لك أحد يوصلها ليونس محمود، نور صبري من خلال قناة الكاس يقدرون يوصلونها، حتى لو تروحون الدبس هم يتخلون أخوته يرسلون إلى التصوير وينطيها الخالد جاسم، وهاي أسهل طريقة لوصوله لقطر.
تعليق من حمودي المياحي يقول: الغالي والمبدع أحمد الطالب، إن شاء الله الموفقية والنجاح الدائم. تعليق من محمد الجبوري يقول: الصورة الجاية ارسمني آني، وحتى أسهل، لا شعار ولا غترة ولا هم يحزنون. تعليق من عمر يقول عمر في تعليقه: عاشت الأيادي وبالتوفيق يا رب، فعلا مبدع وانت ما قصرت بدعمك، نزل احداثيات الرسمة ايضا بالمنشور. تعليق من عبد الله الجبوري يقول: عاشت ايدك، هل ستبقى هذه اللوحة ام مجرد عرض مؤقت لا غير؟ اذا بعد احمد الطالب وقصة رسمته الجميلة، هناك مجموعة من القصص والاحداث الاخرى ايضا سنتعرف على تفاصيلها، ولكن بعد هذا المرور السريع على العناوين. أرجنتيني يتحول إلى مشجع سعودي بعد الخسارة المدوية لفريقه. الجمهور الياباني يخطف الأنظار في الدوحة بتصرف استثنائي. لاعبو إيران يمتنعون عن أداء النشيد الوطني في المونديال. تصدرت صور السيدة فيروز حسابات عدد كبير من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي مرفقا بهاشتاغ فيروز، احتفالا بعيد ميلادها 87 الموافق للـ21 من تشرين الثاني نوفمبر. وعايدتها ابنتها المخرجة ريما الرحباني على طريقتها الخاصة بنشرها على فيسبوك فيديو لوالدتها من أرشيفها الخاص من تصويرها وإخراجها خلال زيارة سابقة لها لمصر عام 1989، وأرفقته بتعليق: ومني أنا هدية من أرشيفي غنية ما انتجتها خصيصا مصر تموز 1989 عقبال كل سنة. وقد تفاعل المتابعون مع هذا الفيديو وتمنوا للسيدة فيروز العمر المديد، وأثنوا على صوتها الجميل الذي لا يتكرر. مقطع الفيديو المتداول سنراه معكم الآن. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to فيروز. Happy birthday to you. استرجع كثيرون محطات فيروز وبدايتها في الإذاعة اللبنانية، حيث تعرفت إلى حليم الرومي الذي ألف لها أولى الأغنيات قبل أن تباشر انطلاقتها الفنية بشكل جدي عام 1952، عندما غنت بألحان الموسيقار عاصر الرحباني الذي تزوجت منه فيما بعد. وشكلت هذه الفترة مرحلة موسيقية جديدة في الموسيقى العربية عندما عملت مع الأخوين الرحباني، ومزجت في هذه المرحلة بين النمط الغربي والشرقي والألوان اللبنانية. هناك تعليقات كثيرة كانت على مستوى عال من الحب والأمنيات الخالصة لها ولفنها وما قدمته من جمال منقطع النظير. ونبدأ مع تغريدة لميادة قالت فيها ميادة: تبقى فيروز كالبلاد التي نعود إليها بغنائها لكل تفاصيلنا وامتزاج مشاعرنا في الصيف والشتاء، في الوطن والرحيل، في اللفتة والانتظار والحيرة، وتحت القمر في السواقي، وبين جفنات العنب في الحب والأمل والسهر والتعب والوحدة، وحتى في شقاوة القلب والتمرد، وعند الأبواب، وحتى في عز النوم. هناك تعليق من فيروز تقول: فيروز، هاشتاغ فيروز هي الأغنية التي تنسى دائما أن تكبر، هي التي تجعل الصحراء أصغر وتجعل القمر أكبر، هاشتاغ فيروز. تعليق من أحلام مستغانمي تقول في تغريدة لها: سلام لفيروز في عيد ميلادها، لم ترتدي سوى صوتها، لذا كلما صمتت تركتنا للبرد، كأنها تغني لتكسونا ويغني الآخرون ليكتسوا بمالنا. فيروز الغنية باستغنائها عن الأضواء، توقع بصوتها كل شعر تغنيه، وتوقع بطلتها كل ثوب ترتديه، تركت زيفا نجومية لأشباه النجمات، فوحدها جارت القمر.
تعليق من الدكتورة سمية تقول: حينما سأل أحدهم موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب عن رأيه في صوتها، يقصد فيروز، فقال: لا، نحن نتحدث عن الأصوات التي في الأرض وليست تلك القادمة من السماء، إشارة منه على أن صوتها معجزة لا تتكرر. فيروزة العرب أطال الله في عمرها. تعليق من ضمياء تقول: ضمياء في ضمياء الجبوري: كل الفنانين يعيشون حياتهم إلى جانب عملهم الفني إلا فيروز، حياتها هي فنها، تنسيك أو تتنسك له أكثر من الرهبان وتتحمل في سبيله أكثر مما يتحمل القديسين، لقد خطفها صوتها إليه قبل أن يخطفنا صوتها. بلا شك أجواء الحفل الأسطوري لافتتاحية مونديال كأس العالم بقطر خطفت أنظار بلاد الغرب والشرق ومن بينها العراق، وجعلت العراقيين في صدمة من روعة التنظيم والاستعراض والملعب. وليس ببعيد عن هذا الحدث كثيرا ثمة مقطع فيديو مصور جميل رصد في اليوم الأول من مباريات الكأس، فيديو يعتبر من الفيديوهات الأكثر تداولا وشهرة بين رواد منصات التواصل الاجتماعي حتى هذه اللحظة. الجمهور الياباني يأسر قلوب المشجعين والحضور في ملعب البيت الدولي، فبعد انتهاء المباراة التي جرت بين قطر والأكوادور انتشر اليابانيون حول مدرجات الملعب ليقوموا بفعل لم يتوقعه أي من الحضور العربي أو الأجانب. ماذا فعل اليابانيون؟ لنتابع. يقنعني ان هاي شيء طبيعي. في نهاية المباراة الافتتاحية بكأس العالم بين قطر والإكوادور صار هالشيء الغريب، الجمهور الياباني قرر ينظف الملعب حتى مو مباراتهم. Let me help you guys. Thank you. ولما سألتهم عن السبب اللي يخليهم يصفون شيء هم ما لهم علاقة فيه، كان الجواب: We never leave. Japanese never leave rubbish behind us. We respect the place. Not for the cameras. Not for the cameras. توقعت واثنين بس طلع ليك نهاية الملعب قاعد ينظفون متوسعين كل مكان. هاي شيء سمعت عنه بس ما توقعت انه هو واقعي بهالطريقة. واو. وقتي كله شالوا الاعلام من الارض، حطوهم اغلبهم على الكراسي وخذوهم. كل احترام. ريسبكت. التفاتة رائعة، هكذا اعتبرها الجمهور القطري والكروي أيضا. فبحركة وتصرف ذكي استطاع الجمهور الياباني يحصد إعجاب الجميع بعد أن التقطتهم الكاميرات وهم يقومون بتنظيف المدرجات ومخلفات النفايات بشكل طوعي. وما لفت الانتباه أكثر هو إجابة البعض منهم بعد أن تم سؤالهم عن سبب قيامهم بتنظيف المكان، رغم أن المباراة لا تخصهم، لتكون إجابتهم: نحن لا نترك مخلفات وراءنا إطلاقا. تصرف وببصمة إيجابية لاقت استحسان المدونين بعدد من الكومنتات وردود الأفعال. اخترنا لكم منها تعليقات عديدة، نبدأها مع رولا. تقول رولا: سام الرأي في تعليقها: شنو الغريب؟ المفروض كلنا نكون مثل اليابان، لأن موروثنا الثقافي والديني يحثنا على النظافة والتواضع، ما راح يقل من قيمة الشخص إذا نظف المكان المتواجد به. شعوب محترمة ونستطيع أن نكون أفضل. تعليق من مجد يقول: مجد، تحكمهم منظومة أخلاقية أكثر مما يحكمهم القانون والإعلام. بالعادة يدخل عمال النظافة لتنظيف المكان، لكن بهاي المباراة واللي إجت وراها المنتخب الياباني فاجأ عمال النظافة بقيامهم بالتنظيف. بوركتم يا رفاق، تستحقون لقب كوكب اليابان. تعليق من فراس: ونحن الشعب العراقي صاحب أول حضارة بالتاريخ، عندما نذهب للزيارة أو للتجمع ترى الأوساخ في كل مكان وكأنما في حالة سكر أو تعاطي، لا ندري إننا ذاهبون إلى مكان مقدس. مع كل الأسف
فخلونا إيد بإيد نبني هالبلد التعبان حتى نصير أفضل وأفضل ونرجع للعراق أو نرجع للعراق هيبته وكرامته. هو يعبر عن رأيه فقط. تعليق من رعد يقول: رعد، إنها التربية يا سادة. في اليابان يعلمون الأطفال التربية والاحترام من البيت والمدرسة والتعليم في كل تفاصيل الحياة. إنه كوكب اليابان شعب واعي، وهذا سر تفوقهم عالميا. الأخضر السعودي قلب الموازين، قلب الطاولة، قلب التاريخ، قلب أرض الملعب على المنتخب الأرجنتيني في لقاء تاريخي ضمن مونديال كأس العالم المقام بدولة قطر، إذ تمكن من تسجيل هدفين نظيفين مقابل هدف واحد فقط للأرجنتين. لم تنفع محاولات البرغوث ميسي ولا رفاقه برغم الضغط الشديد والوقت الإضافي الطويل من تعديل النتيجة المحرجة للمنتخب الأرجنتيني المنتخب الكبار، وبرغم تأخر صافرة الحكم التي بدت للوهلة الأولى أنه فقدها، إلا أن رياح الأداء والصمود حالتا دون ما تشتهيه سفن الأرجنتين، لتحتفل الجماهير السعودية والعربية بهذا الفوز الثمين والتاريخي بعد ملحمة كروية واستفسال ملفت للنظر. فامتلأت منصات التواصل بهاشتاغ السعودية، وتم تداول مقاطع فيديو تتضمن أهداف المنتخب السعودي كما تشاهدون أمامكم الآن. هذا هو الهدف الجميل الثاني الذي تقدمت به السعودية على الأرجنتين، وبهذا تشرفت السعودية بحمل لواء أول فوز عربي بهذه البطولة. الهدفان السعوديان سجلهما اللاعب صالح الشهري في الدقيقة 48، وهدف الفوز الثاني سالم الدوسري في الدقيقة 53. أما هدف التعادل للأرجنتين كان بتوقيع ميسي من ركلة جزاء. هناك مقطع فيديو آخر لمشجع أرجنتيني تحول لمشجع سعودي بعد أن تبادل قميص بلاده مع مشجع سعودي، وارتدى دريس المنتخب السعودي على المدرجات قبل نهاية المباراة بدقائق قليلة. كيف تبادلوا الدريسات أو القمصان؟ لنتابع. فرحة الجماهير العربية كانت كبيرة وكثيرة وملأت منصات التواصل. اخترنا لكم ما جاء فيها، نبدأها مع تغريدة من محمد عواد. يقول محمد عواد في تغريدته: بمصيدة تسلل متقنة وروح قتالية تاريخية وتسديدات قاتلة، السعودية تصطاد ميسي ورفاقه وتقلب الطاولة على كل التوقعات. ألف مبروك للسعودية، أفرحتمونا والله. تعليق من عبد الله المالكي يقول: اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد حتى يبلغ الحمد منتهاه. وألف مبروك طويلة جدا لأغلى وطن الفوز ضد المرشح الأول للمونديال، الله يديم أفراحنا يا رب. تعليق من محمد يقول محمد في تعليقه: الأشقاء يلجمون الأرجنتين درسا لم ولن ينسوه، ألف مبروك للعرب وليس أهل المملكة الأشقاء فقط، الحمد لله كلكم رجال كجبل طويق وكفو، وبيض الله وجوهكم، أداء وقوة وشجاعة وثقة وروح عالية وتكتيك مدرب واضح جدا خطوة بخطوة يا أشاوس. أيضا هناك تغريدة أخرى من عبد العزيز الروقي يقول: الحمد لله رب العالمين، ألف ألف التريليون مبروك يا أغلى وأفضل وأحسن شعب في الدنيا كلها، الله يجعلها دائما وعقبال المباراة القادمة يا رب.
أيضا هناك تغريدة من حسام الدين يقول: ألف مبروك للأخضر السعودي، أداء رجولي بامتياز حتى سقطت أسطورة الأرجنتين، ولم ينفعها لا تاريخ ولا أرقام، والكلمة الفصل للحاضر. أما المنتخب العراقي أحب أقول له الله بالخير، شلونكم؟ دا تشوفون اللعب؟ حتى ويا نفسكم تعادلتوا؟ حتى على نفسكم ما تفوزون وتفرحون؟ منتخب ميؤوس من أمره، حسبي الله على اللي كان السبب. قرر لاعبو منتخب إيران عدم ترديد النشيد الوطني قبل مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم لكرة القدم أمام إنجلترا، وبدأ تفسير ما حصل من خلال المتابعين وعدد كبير من المشاهدين على أنها إشارة دعم واضحة للاحتجاجات في بلادهم وصمت من قبل اللاعبين، وأيضا صمت كل عناصر التشكيلة الأساسية لإيران أثناء عزف النشيد الوطني في استاد خليفة الدولي. وقبل 4 أيام من المباراة كان قائد المنتخب علي رضا جهنبخش قال وأشار إلى أنه تتم مناقشة مسألة أداء النشيد الوطني من عدمه، وإن القرار اتخذ جماعين، ويبدو أن القرار الذي تم اتخاذه من قبل الفريق الإيراني بعدم ترديد كلمات النشيد الوطني كما شاهدنا في مقطع الفيديو. سبق للمدرب البرتغالي لإيران كارلوس كيروش أن قال أن للاعبيها الحق في التعبير عن آرائهم، لكن مع احترام روح اللعبة وقوانين فيفا، ووفقا لهذه المبادئ والقيم لكل شخص الحق في التعبير عن نفسه وعن رأيه. طبعا حجب التلفزيون الإيراني صور اللاعبين خلال البث الحي لعزف النشيد الوطني قبل المباراة، وتلقى المنتخب الإيراني خسارة قاسية أمام إنجلترا ب6 أهداف مقابل هدفين فقط. تعرضت إيران لضربة أخرى مبكرة بإصابة واستبدال الحارس علي رضا بيرناولد بعد اصطدامه بزميله سيد حسيني مجيدي. أما التعليقات كانت كثيرة، اخترنا لكم ما جاء فيها حول ما حصل مع المنتخب الإيراني بالخسارة وعدم ترديد كلمات النشيد الوطني. والتعليق الأول سيكون مع مالك ناجي، يقول مالك ناجي: والعلم مرفوع فوق صدورهم، نعم، وهي الشفافية العالية التي يتمتع بها نظام الإسلام في إيران الذي يسمح بكل أساليب الاحتجاج ما لم تمس بكرامة الدولة ودماء الناس. تعليق من الباحث يقول: المنتخب الإيراني ربح مريم رجوي وخسر تأييد نظامه في طهران، امتنعوا عن ترديد النشيد الوطني فحصل لهم ما حصل، إصابة حارس المرمى، إصابة خطيرة، خسارة كاسحة 6-2 لإيران، وبعد هكذا لسان حال ما يؤمن بإيران. تعليق مسك الختام تقول: صحيح، والأهم في كل مباراة سواء محلية أو دولية يضعون أيديهم على صدورهم ويرددون النشيد، لكن النظام فقد مصداقيته والشعب بات يكرهه كرها شديدا. هناك أيضا تعليق من شغف تقول: الشعب الإيراني ضرب مثل بالتلاحم والوحدة بين جميع شرائح مجتمعه، شعب يستحق كل الاحترام والتقدير، نسأل الله لهم الحرية والتحرير والنصر العاجل. تعليق العبيدية تقول: هذا دليل أن في إيران مساحة من الحرية، لو أن أي فريق عربي أو عراقي في النظام السابق امتنع عن ترديد النشيد الوطني لكان مصيرهم هم وعوائلهم الإعدام. بعد قصة المنتخب الإيراني وصلنا بكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج متداول، على أمل اللقاء بكم يوم غد إن شاء الله بجولة جديدة وحصاد آخر. إلى اللقاء.